أهلا بكم في تواصل.com والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع المحاضرين، حيث انطلقت صباح اليوم الاثنين تظاهرات حاشدة للمحاضرين في عدد من المحافظات للمطالبة بشمولهم بالقرار 315، والقرار 315 ينص على امتيازات للعاملين بالأجور اليومية والعقود أسوة بموظفي الملاك الدام، إذ تقرر شمولهم بتخصيصات قطعا للأراضي والقروض والكفالة والدورات التدريبية والمكافآت وغيرها من الامتيازات. طالب المحاضرون بشمولهم بهذا القرار وبتطبيق كافة امتيازاته المالية وتجديد العقود وفق السلم الجديد وتضمين درجات الحذف والاستحداث وفقا للموازنة 2022 وتثبيت المتعاقدين. نبدأ من تظاهرات المحاضرين في محافظة ديالى المطالبة بشمولهم بالقرار 315، فلنتابع. إلى محافظة القادسية، حيث تظاهر المحاضرون هناك أمام مديرية التربية، وذلك للمطالبة أيضا بشمولهم بالقرار 315. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. مثل ما تلاحظون الاعتصام الموحد لمحاضري وأجاري الديوانية اللي مطالبتهم بشمولهم على مخصصات قرار 315 نسبة بداخل الوزارة. وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية تربية الديوانية. يجب انصاف هذه الشريحة، مهمشة إلى أبعد الحدود، وتطبيق قرار 315 وإطلاق رواتب الشهر الخامس للإخوان اللي صار لهم فترة يومية توعدهم يوم مباشر. مستمرين بالجوري. وين فلوس الناس؟ وين وديت فلوس الناس؟ وزارة المالية طلقت رواتبهم، وين وديت فلوسهم؟ بس قل لنا وين وديت فلوسهم؟ يومية أسبوع الجاي باكر عقبة فيا حكومة العراقية يجب انصاف هذه الشريحة المظلومة، إلى محافظة كربلاء، وأيضا مع القرار 315، حيث لم يختلف الحال في محافظة كربلاء، وخرج المحاضرون المجانيون أمام مبنى تربية كربلاء ونظموا تظاهرات مطالبة بشمولهم بالقرار 315. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نعم للتدخين، كلا للتسويف، كلا للتسويف، كلا للتسويف، كلا للتسويف، نعم للتدخين، نعم للتدخين، تفاعل العراقيون مع المحاضرين ومطالبهم بشمولهم بالقرار 315، ومنهم من علق وقال كزهراء، قالت الله ينصركم إن شاء الله إضراب لحين تحقيق المطالب. أما حسين فقال إن شاء الله ناخذ حقوقنا بتظاهراتنا السلمية. أم محمد قالت كلنا مع المحاضرين لأنهم العمود الفقري لجميع المدارس والروضات، وبدونهم يبقى التعليم فاشل. أما مينا فقالت والله حقهم، مو يراد منهم
عيشة وعندهم عوائل، المفروض مثل ما أكو محاضر مجاني المفروض نائب مجاني، لو الفقر والظلم على المحاضرين المجانين والرواتب العالية والامتيازات والحمايات وبدلات إيجار وسيارات مصفحة للنواب، تتساءل وتقول مين. نذهب إلى موضوع آخر وفي العراق أيضا، ونذهب إلى العاصمة بغداد. اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر الشرقية العاصمة بغداد أثناء محاولة رفع بعض المخالفات. أشارت مصادر صحفية بأن المدعو حبش الدراجي التابع لميليشيا السرايا وأحد عناصر حماية حسن الكعبي القيادي في التيار الصدري ونائب رئيس البرلمان هو من أطلق الرصاص على القوات الأمنية وموظفي البلدية أثناء إزالة التجاوزات هناك. دعونا نتابع. تفاعل العراقيون مع هذا المقطع، ومنهم من علق وقال حول هذه الاشتباكات في مدينة الصدر كالمحامي علي، قال أفراد منفلتة من سرايا السلام أطلقوا النار على القوات الأمنية، يجب التحقيق مع الحادث من الحادث ومحاسبتهم. أما علي فقال يقال بأنهم تابعون لحسن الكعبي وسرايا السلام. أما يحيى فقال إذا صحيح المفروض على الحكومة اعتقال كل من يرمي حتى يكون عبرة لمن يعتبر. أما رحاب فقالت أو رحاب نعم قالت هاي حال العراق، هذا حال العراق صار هيشي، تقول متسائلة ومتعجبة في ما يحدث في العراق. نذهب إلى محافظة النجف أو إلى معاناة المراجعين في محافظة البصرة، حيث انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق يوضح معاناة المراجعين في جمارك المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة جنوب العراق، ينتظرون 10 أيام من أجل إجراءات المعاملة، معاملة تسجيل المركبة. دعونا نتابع هذا المقطع. جمارك البصرة سالفة المعلاية والأدوات، يوم 22/11/2021 قصار ذكاء السرع على المدير نصبح مثل ما ينهز واسطات واسطات هارد أصور ذكرة صور صور من عالم مصر ها؟ دعونا نذهب إلى تعليقات بعض العراقيين وآرائهم حول هذا المقطع وماذا قالوا عن معاناة المراجعين. أبو منتظر البصري قال إهانة للمواطن هو شعار الفاسدين والفاشلين، والجهات الرقابية يقول صم بكم. أما طالب فقال والله إهانة وتعب من الصبح إلى نهاية الدوام كل يوم نفس الروتين والعبث بمشاعر المواطن. أما دنيا فقالت والله أذية شلون، بل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ترشي تمشي معاملتك لك الله يا عراق. أما مرتضى فقال فعلا المواطن ينذل يراجع عندما يراجع دائرة حكومية. الآن نذهب إلى محافظة النجف ومقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكى أهالي الحي العسكري في محافظة النجف من فساد محافظ النجف لؤي الياسري ومن بلدية النجف والإهمال الذي تعانيه مدينتهم وسوء الشوارع وطفح المجاري. دعونا نتابع ما قاله بعض أهالي الحي العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شارع السبيت شارع العسكري، هذا الشارع اشتغلوا فيه الخدمي قبل يعني شهر أو شهرين، هذا الخدمي صار له 15 يوم أو أكثر. الناس جاي تناشد والأهالي العسكري جاي يناشدون يا محافظ النجف يا مدير البلدية المقاول نفسي خلنا نشتغل هذا المشروع. هذا الشارع كل سنة بالشتاء وبالأيام العادية هاي البيوت كلها تغط،
هاي البيوت كلها تغط، يعني الماء يطب لبيوتها، المجاري الثقيله تطب لبيوتها. فهذا المشروع اذا ما تعالج، والله العظيم قسما بالله، اذا ما تعالج هذا المشروع وسويت المجاري وسويت الاب الماء اللي قريب على الشارع، فما راح يشتغل المقاول، وبجهود اهالي العسكري وبجهود نحن المتظاهرين راح يتوقف هذا المشروع. ونوصل صوتنا لاي واحد مسؤول وشريف يجي يشوف هذا الدمار، هذا الشارع غاط، شلون راح يشتغل به المقاول؟ هذا مياه ثقيله والاب طاق به، يعني الناس جاي تناشد، الناس تعبت، واحد ليش يشتغل غلط؟ محافظ النجف انت ليش ما تطقطق صور هنا؟ لان تدري بيه هذا غلط، تدري بيه هذا غلط. من تعليقات الجمهور العراقي حول هذا المقطع والإهمال في محافظة النجف، أسعد قال الفساد متفشي في كل مفاصل الدولة. أما عبد الخالق حميد فقال جفت ضمائرهم وتلاشت وطنيتهم. أما عبد الله فقال العراق ليس بلدهم، هو مليارات وعقارات واستثمارات وسرقات. عاطف قال والله إحنا العراقيين فقرة، 18 سنة يضحكون علينا ولحد الآن ناشد بهم على أساس هم يحبون العراق. الآن نذهب إلى أنفوغراف. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على معاناة أطفال العراق والإحصائيات الصادمة لضحايا مافيات الفساد والتسول والإتجار بالبشر. أطفال العراق إحصائيات صادمة لضحايا مافيات الفساد، فلنتابع. خاضوا متاعب الحياة وعاشوا همومها مبكرا، ووجدوا أنفسهم في مواجهة قسوة المعيشة وواقع فرض عليهم العمل سعيا للقمة العيش. إنها الطفولة المسلوبة في العراق، المختطفة من مافيات التسول والأعمال الشاقة والإتجار بالبشر. 500,000 طفل عراقي يعانون من التشرد والانتهاكات في مختلف أنحاء البلاد، هو ما كشفت عنه تقارير حقوقية قالت إن قسما كبيرا من هؤلاء الأطفال يتعرضون للاستغلال والمتاجرة ويجبرون على مزاولة أعمال شاقة ويعانون من الحرمان وغياب الاهتمام الحكومي. الظروف الاقتصادية وأحوال أهلهم المعيشية عصفت بمستقبلهم، وبحسب تصريحات للمفوضية السابقة لحقوق الإنسان في العراق أكدت فيها انخراط أطفال دون سن 18 في ممارسة أعمال شاقة، مشيرة إلى زيادة ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير في البلاد. المفوضية لفتت إلى أن هذه الظاهرة باتت مخيفة في المجتمع العراقي بارتباطها بجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن وتفكك الأسر العراقية. في المقابل لم تتخذ الحكومة الحالية وسابقاتها أي إجراء يذكر للحد من عمالة الأطفال وآثارها الكارثية على مستقبل البلاد. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة وجاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا أملك بيت لي ولعائلتي ولا حتى راتب، وأعاني من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة. أناشدكم بإيصال صوتي عبر قناتكم إلى الجهات المختصة لغرض مساعدتي مع التقدير. نذهب إلى الهاشتاج. تفاعل عراقيون مع وسم مقاطعة العملية السياسية الميليشياوية للتعبير عن رفضهم للعملية السياسية والأحزاب والميليشيات المهيمنة على مفاصل الحكم في العراق. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. دكتور معمر قال: لن نعترف بانتخاباتكم ولا بحكومة المحاصصة ولا بنفوذكم السياسي المؤدلج ولا بسلاحكم المسلط على رقاب الشعب ولا بحشدكم المارق تحت أي مسمى ولا بمنظومتكم الفاسدة، فقد قرر الشعب بالخلاص منكم ولن تفلحوا بزج أي متسلق، فبرنامجنا الوطني للتغيير
بالمرصاد. أما علي فقال عاهدنا الله وشعبنا والوطن سوف نزيلكم أنتم وأسيادكم المحتلين وسفارة إيران الشر لنقيها على أرض العراق الطاهرة يقول علي. أما ليلى فقالت لن يستقر العراق في ظل ميليشيات ولائية خارجة عن القانون ولن يشعر المواطن بالأمان وهو في حالة قلق وتوتر مستمر بسبب الفوضى والعبثية والاقتتال على السلطة وكسب مزيد بابتزاز الحكومة والشعب بإشعال حرب داخلية. علي يقول مقاطعة العملية السياسية الميليشياوية بداية الخلاص نهاية القتلة تجريم السراق. نذهب إلى القصص المنوعة. مع إعلان الهند إغلاق المدارس والعمل من المنزل بسبب تلوث الهواء، هل تعلم مدى خطورة وتأثير تلوث الهواء على صحة الدماغ؟ دعونا نتابع المزيد مع تقرير لقناة CNBC عربية. كيف اتسع انتشار مفهوم الاقتصاد الإسلامي في الأعوام الأخيرة؟ هل تشهد مستقبلا تحول دول إلى الاقتصاد الإسلامي بالكامل؟ دعونا نتابع تقرير للخليج أونلاين. نذهب إلى موضوع آخر. أول عملية زراعة لذراعين كاملين تكللت بالنجاح بعد نجاح المريض في تحريك أصابع يديه. شاهد كيف حصل على يدين جديدتين مع تقرير لRT أونلاين. بقية القصة. Thank you.
طفرة نوعية في عالم الطب. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.